انا زغيا مع يمينة. ازول يمينة ازول الزهور ازول كويلي عادي توالينا نسوفي سون غارة تساعدني سلنا نسو ثلاثنا تمازيغ يوند صوى السوق مطفنا تيلي زرينا النهار ودي ثزورا إلا يسدو أما غير إيون غلاف نتفلح ذو سنرني أنا التمي وين نيدورار محمد عبد الحفيظ هاني السنة الجمعة سي ثما أنو سلوين تايدو ذا تمورس فنزويلا نيكولاس مادورو تيمليتي ديلان السيلين نيجرا وين نسنت نتموراس الدمة يفدو لقديش التزري ثي صرفعة نتسقى موت نودافون الشاروكة نسنت نتموراس زير تمورس فنزويلا ذا المعاونة ذا قويين يقنن غارة ذمسا ثون زوث ثموسنين أحريشة تقانية ذوين يقنن غار يدلس تيمليتي يفذانية كان يظليان 8 ذي يونيو أتي لين غات السالي غاسا 9 ذي يونيو جوج ألاف وثلاثة وعشرين لقديش يلاد ذي ثمانخ تمورت فنزويلا ثمانخ كاراكاس ويلاد ذي يوان وهيل أسقردش ندقس نتمثال يعني نسنث نتمورا ذوينا غور بضن تذي لقديش يقنن غار ذمسا كن ذا غانا مسلاين تغفى ساغر انتي شدن ذي سنث دوك سنت النظام وروح ريش اللمان يهجد وهرا واغنى واني جدر ميان ذي الولايه نعين الدفلا ازقن وسيل دين اي ومقرن يلمزين يسعان لفغي غير لق ذي شن تغلس ذي لمان نت مورث ان داي دفقن السرافس ني جدر ميان ازل ولا لن نت مسنيا استيقانيين في مينوثين وذني سيت فدان غافت خزافيين ني نطلموين ويلاد تسونيت اي وقرض التشريح ثاني قردان أريغالن اللمن غيغالن جدرميين وذني سعانية كان ثلاث ثلاثة نغلسة ثلاثة في إطار تجنيد لسنة 2023-2024 نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلا نصف يوم مفتوح لاستقطاب الشباب الراغبين في الانخراط في صفوف الدرك الوطني وكذا التعريف بمهام السلاح، أين تم تسجيل قبول محترم من طرف المواطنين خاصة فئة الشباب، كما ندعوهم للتقرب من وحداتنا من أجل إيداع ملفاتهم أو الاتصال على الرقم 1055 للمزيد من المعلومات. والله هو في الحقيقة نشاط يقرب الدرك الوطني من المواطن ويفيد الإنسان يتعرف على بعض الأشياء اللي يجهلها خاصة في مكافحة الجريمة. الحمد لله كما يقول الدرك من ناحية الدرك تطور مش كما أيام اللي فاتوا الحمد لله وراهم واقفين. دوك سنت النظام ضد الولين الولاية نطرف غف وهيل نوهجي ذي ذدي غفزال نوهجي ذو وفو ذاهي لدي لان ذوق النار إذا غفزال نوهجي غفونك شو من العجلان إيوسر لكن يمدنا أهلي السدويان الولاية أسلك ما لتريري ثن الولها غار وزال نوهجيان ولا لان ذا الحاج استيقانيين ذي يمدنا نلقذي شي لاد سدو العنايان الولي الولاية الطرف وينا عيدينا نذكيان يبيدو سم ليلي غان وفوذة مسمية ذقويان يعنان أنك شوم إيوسر لكن يمدنا ذي ذدي ذو قذل نيمهيين يزمرنا ذنالان في حريشين يمدنا سوكن مخالف انت. الإمكانيات الضرورية وتفقدنا كذلك المركز كذلك اللوجستيكي للإمداد وكذلك المركز الطبي المقام على هذا المستوى من خلاله ثم بعد ذلك بعد استعراض الوضعية من جديد تنقلنا إلى عين المكان إلى المواقع اللي كانت فيها هذه المواقد وين شرفنا عليها وكذلك تنقلنا إلى مكان تجميع العائلات التي تم إجلائها من الموقع اللي كانوا فيه متواجدينها السكنات. تم تنظيم محاكاة ميدانية على مستوى غابة طونغا أين تمثلت هذه المحاكاة في حريق غابة مهول متمثل في ثلاث مواقد من بينهم موقد يهدد مجمع سكني متكون من 47 عائلة. شاركت إدارة الغابات في محاكاة افتراضية لحريق اندلع بمنطقة القالة
وذلك لتبيان مدى جاهزية القطاع في مجابهة هذه الحرائق ومدى جاهزية الاستراتيجية اللي وضعتها إدارة الغابات لمجابهة الحرائق في سنة هذه محملة 2023. سال إغفراني تزلنت الدقسن الولاية نتمور ذي ثليث يزرين وزلنت ثروة والطردقان العوان صاري في كلثة النظام ذياني يزوزلن ثمار ثيري مزداغن الولاية عن برج باريريج الادغان سونكشو من التليث نون فدوغن ذي الحمو ويرن تفاصيل انت ذن الثارة ذي ثورق تدوغن يمشي عن التلي زرين النهار الطردقان العوان صار وغالين ومانا ارمي وزلان ذك غزران سالغورا ريسيخوان الدقس تساغي وانتسي الويلايان برج باريريج اشهر شهور غزران العوان صارت ليوا اغفور سيسلقى فغرار اما كان دنزار ذي ثولافين الغدير راس الواد ولاد حمدان ذا الزمالة غد غلسة ذا الدقس نطمنا ذينا النظام يذهن السر زمان تاع جفاف جفت الينابيع وجفت الارض ورغم دعاء المصلين والتضرع وانه ربي يعني رب العالمين بعد الصبر والدعاء انه نعم علينا رب بهذا الخير اللي رانا نشوفه فيه منابع يسموها الفوديات هذه كانت ناشفه وبعد هطول الامطار الغزيره جدا انها عاود حياه الانابيع هذه عندي انا مده يعني كبيره وحنا يعني نسافروا منها يعني من برج الغدير يعني لراس الواد يعني ما شفتش هذا الانابيع عندها تقريبا بالك 10 سنوات او اكثر ما شفناش يعني الانابيع هذه يعني تحركت هكذا وبقات تمشي يعني وسبحان الله امزدار فجنن دلا فريغ تسومارث انا دغا ودي سزل نظار غارو من راح ذو استعفو يري غلا نو يما غتونط تسيولا فيني غفن غفما ايبو يرن 10 نسق وسن كانت بكري تسيح كنت انا كنت سارح كنت ندوز الغنم نجي نغسل هنا وكون حنا صغار نجيو هنا نديرو شغل بارات ونتوضاو هنايا كي نقح الجفاف نشفت تاني هذا العام كانت بديت 80 79 كانت هنا كيما كتبها كي نقح الجفاف هبطت رب العالمين نعم علينا بفضله والحمد لله يا ربي رجعت الحياة وبعد ما كنا في جفاف والحمد لله اليوم رانا في نعمة ونعم علينا ربي ونشكروه ونحمدوه ليل ونهار. أغفور يوثني ثليث غزفان يبضنا تنا لاكورس الكمال في زراعة الزكزو ثو سيرن وسفل تنسي السيف اللحانة ذي مزداغ التفرا في غرارة تاكاو ثو الشحاب ومن أمشلا إمي العوان صار يشحن يظلي الساعة جانا نغني ذي الريف. ديما دقوين يقنن غار ثليث نون فدو وسوا قواضن تليث نون فدو ثليث نت مغربين ذا الفروح سوا كن ميالدنت تغالن تسيرين ثاقفورين ذي الولاية نسعيدة ذي الولها نتلوين إثو غالين سي سوفار يزدن سي تنوالن تسوتشيين ثنسيين سي ثموسن يوثن الولاية وقالن تفاصيل ذي ثوريق إذا قيان ذي قوزني قلامارين ذي تلمسن التمدين تنسعيدة إذا سقان ثسيرتن عمي محمد في سيرت ثنسيث ضم ضيقة غور درزون الدقس يمتغن وير ير سنت تسيلوين أم ضيقة يتشاران ذي ثليث نفذو يثوز ضاغن الروينا يسبوع عن يقردين أهيجيان التوتشيتي توسمان القصعة نغت شيشا إث مغريوين أنا جيت تاني امتحن أروينا عندي النفس عندي العيال ولدي هذو اللي يام تزيد خطر أنا مبالفاك كل زيادة ندير أروينا ولما تقع الغاشي وندير التقاليد تاع الجدود كون عندنا زيادة نجيبو الروينا نطحنوها كي يكون عندنا العراس نجيبوا الزرع نطحنوا للتشيشه باه نديروا الحريره عندي مريض ياكل الدرع ما نعليه الطبيب الخبز راني نجيبه عند الحاج محمد يطحن الدرع انا جاي عند سي محمد انا من عين الحجر جاي عنده هنايا باش نطحن عنده وعند الغمراسي باش نطحن عنده وعند الروينه هم يشكروا فيه هو المليار هنا في سعيده الحاجه حوريه كوت فاطمه يرسم غارين يرزون غار عمي محمد عندها تمدون تاع قايين نوججي يرذون تصمزين أكنت توزن ذاروينا غاكوذة شيشة تينيت وحسابن تشوتشيين الثانسيين ثقفورين دي ثمرات أكن ذا غانا مضي قيو غالة سيغ مارتي ويدي هلكن إثو زدان وكذا اللي تقول لها في حوالي 20 عام في هذه الحرفة راني هنا في حي لامارين حقيقة أغلب المشترية هما النساء يبغوا يطحنوا الشيشة يطحنوا الروينة يطحنوا
كاع الحاجة اللي تعملوها في الدار تنطحن يجيبوها عندي. ها هو الدرا، هذا خاص المرضى الناس اللي مانعين عليهم الطب الخبز نتاع الكوشة. أنا كسبت الحرفة، طحنوا الروينة، الزرع نديروه التشيشة، عاد نطحنوا الدرا المرضى اللي خاصها الروينة نبيعوا له، اللي خاصها الدرا نبيعوا له. في السير ثنغا كان ثت وسما أرحا غذي ثمناط تتمدود الدقس نيسو فارد لقذي شاث وثتسن فارد يمسيدرن لدغان ذي العواشر لعوية ذا ثي مغريوين الطهارة ذا سبوع ذا الدقس النظام إيمي غتقيم في السير ذا لمريا يد تبانا نوانسا ين الولاية نسعيدة غار ثقرات الصوض مسا عيشة بالطوشة سي الولاية نسكيك داد وفرار سد دقس وزراع ذا تفلح ذا نظفر وقال ذي ثوريخ تودن الزغرون جيورة تخدم الجنيورات تخدم. أنا عايشة بالكوش على كل حال، امرأة نورمال كي أي امرأة أم زوجة، نخدم خدمتي نورمال، نخدم في البلدية كمنظفة، نخدم في الأرض كفلاحة، نخدم السجار كمبدعة. الأسير قلت لك درتو عبارة على حاجة للناس اللي يقول لك كون انا كون عندي باش نشري لاصير وندير وندير وندير، يعني درتو باش يشوفوا كون ما كانش نورمال، ما احنا بالعرب نحيوها من القاموس ما كانش كون، يعني كي تكون الاراده كلش كاين. ناحيه القصبه درتو خدمتو، هذا النيلو الاول درتو اللي باش نفط الزيتون حطيتو باش كي يجي راجلي يشوف الفكره كيف نزيها بمية الف، درت عصير ونخدم به والحمد لله كاو عامين ملي درتو، ما يهزهزو لا ريح لا والو، على خطر ماشي تسمى القصبة من تحت كي تنبت. أنا يعني قلت لعبي محمود ديك النهار قلت له يقول لك الشجرة النابتة والمرة التابتة، قيمتو كلش 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 مية ألف، مية ألف لا أقل ولا أكثر، يعني وبيعت ما شاء الله وعندي ما شاء الله، يعني ما نقصني. قلت لك حاجة وحدة، إني يعني يكون عندي التريق وعندي تريسيتي ما محتاجة من ربي والدولة نتاعي حتى حاجة، بالعكس أنا حابة ندير حاجة للدولة نتاعي إلا تنقصني التريق. درك باش كي يجيك زبون يشري التريق منين جيتي وشفتيها كيف نزيها، طلع له التم وعندي ظهري بسلامتك متغاني، تجي صعيبة كيما واحد يطرب يطلب لك 40 زيتونة ولا أكثر باش تخرج منه في الكيسان بين يديك ولا فوق راسك بزاف. تجاري نسالنا الزغر غورة مظهور. شكرا لك يا يمينة، إلى هنا نصل مشاهدينا لختام.